يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون عباره على دردشه اللي غادي تكون بيني وبينكم، وهذا الفيديو جاء على الطلب ديالكم لانكم نتوما اللي طلبتوني عليه. قلتوا لي هضر على سي بلس لانه تبند لي الحساب ديالو، ولكن انا في هذا الفيديو ما غاديش نركز على سي بلس بزاف. كما كيعرف الجميع بان سي بلس راه تبند لي الحساب ديالو، لان الحساب ديالو دخل في واحد الجهاز اللي كان مديور فيه الهاك، وسي بلس ما كانش عارف بانه غادي يوقع عليه هذا الشيء. وانا بالنسبه لي هذا راه ظلم وظلم كبير، وفي هذه اللحظه ما كنهضرش على سي بلس وانما كنهضر عليك انت وكنهضر على غيرك. معايا عندك واحد الكونت اللي واعر بزاف، وكونت قديم في ساكورا في بزاف ديال الحوايج، وكتسلف وتكلف باش انك تخسر عليه. واحد النهار مثلا خسر لك التليفون ديالك او خسر لك البيسي ديالك، طبيعه الحال اشنو غادي دير نتايا؟ يا اما غادي تقادو، ولا ما بغاش تقاد لك غتشري تليفون اخر. وفي هذه الناحيه الا شريتي واحد التليفون اخر مثلا ومستعمل، وهذاك اللي كان مستعمله كان ديما تيدير الهاك، غادي تجي انت تشري تليفون قديم وتدخل الكونت ديالك وفرحان، حتى كدوز واحد 3 ايام او 4 ايام وكتبان لك الكونت ديالك. الكونت ديالك اللي من 2017 وانت كطلع في مثلا. واش هذا ما كيتسماش دابا ظلم؟ انا بالنسبه لي بعدا هذا راه ظلم، لانك انت راه ما داير والو. ايوا راه هادشي اللي وقع لسي بلس. انا كنعرف الشركات الكبار انهم كيزيدوا القدام ماشي كيرجعوا للور. شركه فري فاير اللي عالميه وكتحت المرتبه الثانيه والمعارض الاولى في التحميل، مازال ما عندهاش واحد الانظمه ديال الحمايه اللي قويه بزاف، مازال عندها داكشي ديال شي شركه يلاه مبتدئه. كتلقى واحد عنده 15 سنه وما كيفهم والو في البرمجه، وحتى هو تيقاد سكريبتات وكذا. ولا لاحظتوا جميع اللاعبين القدماء بداو تيعتزلوا، بقاو غير في الليوات هما اللي تيلعبوا. شنو هو السبب؟ ان الشركه قدرش انها تحط واحد السكينات لي جداد، كتحط لك غير هذاك الشيء القديم، زائد انهم واخا كيعملوا سكينات جداد ما كتلقى حتى حاجه زوينه، زائد ان المطورين بزاف ديال اليوتيوبر خرجوهم من الشراكه، وهاد اليوتيوبر اللي خرجتهم من الشراكه هما اللي كيدعموا هاد اللعبه ديال فري فاير. ولكن اللي خطير في هاد الشيء وبزاف ان بزاف ديال الكونتات اللي تبانوا بدون سبب، وهاد الشيء راه ذكراتو الشركه ديال فري فاير بنفسها، ان 1% اللي تبانات بدون سبب، الاغلبيه اللي تبانوا غير بسبب الابلاغات. وانتم راكم عارفين اي واحد عنده شي كونتر ضروري ما غادي يجيو ابلاغات، كتقتل شي واحد كيبقى فيه الحال كيدير لك ابلاغ. ومثلا الى جاك واحد 10 الابلاغات في الكونت ديالك في النهار، فهاد اللحظه راه يقدر يتبان لك الكونت ديالك. راه كاينين بزاف ديال المشاكل في هاد الشركه، من بين هاد المشاكل ان الشركه ما كتحميش لك الكونت ديالك. مثلا الى الكونت ديالك طاح لك في تاكيد الهويه، ما كاينش شي حاجه اللي غتحميك. والسبب ديال هاد الشيء ان اليوتيوبر اللي مدخلينهم للشراكه ما كيهضروش على هاد الشيء. ملي تيدخلوا للشراكه تبان لهم لعبه فري فاير احسن لعبه، غير كينقص لهم التفاعل وكيخرجوا من الشراكه، كيوليو يقولوا بان لعبه فري فاير ناقصه فيها مشاكل فيها كذا، وهنا كيبان النفاق ديالكم. وكاين شي يوتيوبر اللي كتهزم النفس على الشركه ديال فري فاير، الا سبيتي فري فاير بحال سبيتي لي ختو، وتهزو النفس على الشركه ومتهزوش النفس على ختو. المهم هذا الفيديو كان عباره على دردشه اللي خفيفه اللي هضرنا فيها على بعض البلانات اللي كيوقعوا. ما تنساوش كاملين تدخلوا عندي الانستا اللي هو هذا، غادي تلقاو الرابط ديالو في الوصف او اول تعليق. ولكن حتى اول مره غتشوف القناه ما تنساش تشارك فيها وتفعل الجرس وتخلي لايك للفيديو وتنزل كومونتير وتخلي احسن تعليق. تهلاو.